وأنتقل الآن هاتفيا إلى الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. والوضع متوتر على الحدود بين تركيا وسوريا من جانب، وبين تركيا وحدودها الأوروبية مع اليونان وبلغاريا على جانب آخر. دفع أردوغان بآلاف من المهاجرين أو اللاجئين إلى حدوده مع أوروبا في محاولة للضغط عليها، ولكن الاتحاد الأوروبي فعل آلية فرونتكس لحماية حدوده. أين سيتجه هذه النقطة من وجهة نظرك؟ أنا في اعتقادي هذه ورقة سياسية أخيرة بيحاول أردوغان من خلالها ابتزاز الدول الأوروبية، رغم أنه حصل أمام هذه الورقة على مليارات الدولارات. هو حصل بالفعل على 3.7 من 10 مليار يورو في الحزمة الأولى، وحصل على 2.1 من 10 مليار أخرى، لكنه يبدو أنه لا يكتفي بكل ذلك ويريد الحصول على مزيد من المكاسب. هو يريد أولا دعم سياسي أوروبي تحديدا من حلف الناتو للعملية التي يقوم بها في إدلب، هذه واحدة. الأمر الآخر، يريد أموال من دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما يسميه المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة ما بين الحدود التركية والحدود السورية، وأيضا الاتحاد الأوروبي رفض هذا الأمر. لذلك هو يفعل هذه الورقة، لكن الظروف الآن في 2020 تختلف عن 2015. كيف تختلف؟ أولا تختلف، لهناك وعي أوروبي بأن أردوغان يبتز الدول الأوروبية. في ذلك الوقت كانت الدول الأوروبية بشكل أو بآخر تتماهى مواقفها السياسية مع وقف أردوغان في ذلك الوقت، ودعم ما كان يسمى بالثورة في سوريا من 2011 و2015. اليوم الدول الاتحاد الأوروبي تدرك أنها تدفع ثمن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين سياسيا وأمنيا واقتصاديا. تقريبا كل الأحزاب الشعبوية الأوروبية من 2015 وحتى الآن حصلت على مكاسب غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، في مقدمات حزب البديل من أجل ألمانيا وهو حزب النازي في أوروبا. عملية الانزعاج من وجود عدد كبير جدا من السوريين في أوروبا زادت بشكل كبير جدا، حتى في الأدب الشعبي. في إيطاليا يقولون أن المراكب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين تحمل أيضا معها درجات الحرارة المرتفعة، هذا نوع من التندر ونوع من السخرية من المراكب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين. حتى بالنسبة لليونان، وهي تعتبر من دول البوابات في أوروبا مع إيطاليا ومع أسبانيا، أصبح لديها الآن حكومة محافظة. هذه الحكومة أقل تسامحا في مرور المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها، بخلاف الحكومة الاشتراكية التي يعني هزمت في العام الماضي في الانتخابات نتيجة أيضا لوصول عدد كبير جدا من المهاجرين. كل ذلك يترافق مع توتر كبير جدا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ليس فقط بهذه القضية، قضية التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، الخلاف حول جزء بحر إيجا مع اليونان، قيام أردوغان بنشر خلايا إرهابية وميليشيات في أوروبا. نتذكر زيارة الرئيس ماكرون منذ أيام قليلة لمدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، عندما تحدث أن أردوغان ينقل الإرهابيين من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر ما يسمى بالمساجد التركية، وهي ليست مساجد في الواقع، هي مراكز ثقافية وسياسية للترويج للعثمانية الجديدة. إذا دخلت أي مكان من هذه الأماكن تجد الخريطة العثمانية وليس خريطة تركيا التي رسمتها اتفاقية لوزان 1923. وبالتالي الوعي الأوروبي بخطورة ما يقوم به أردوغان اختلف تماما. التعاطف الذي استطاع أردوغان أن يخلقه مع الموجة الأولى من المهاجرين في 2015 ومن ثم استثمار هذا التعاطف للحصول على مكاسب سياسية ومالية غير موجود على الإطلاق اليوم بين الساسة وبين الشعوب الأوروبية. ممتاز جدا. يعني بعد أن أدركت أوروبا كل ذلك، ما الذي ستفعله؟ أولا اجتمعت اللجنة من النواب في البرلمان الأوروبي وحددت حزمة كبيرة جدا من العقوبات سوف تفرضها على تركيا في حال واصلت هذا النهج. أولا فرض حزمة من العقوبات على الدائرة الضيقة من أردوغان إذا استمر في هذه الطريقة. الأمر الآخر، وقف كل طائرات الشارتر التي تحمل سياح من الدول الأوروبية تحديدا من دول الاتحاد الأوروبي 27 إلى تركيا، ونحن مقبلون على فصل الصيف وهو موسم مهم جدا للسياحة التركية. أيضا هناك توصية للبنك المركزي الأوروبي بعدم منح أي قروض لتركيا في الفترة القادمة، بالإضافة إلى توصية أخيرة بوقف أي شراكة صناعية ما بين الدول الأوروبية وتركيا إذا واصل أردوغان هذا النهج.
وبالتالي مواصلة هذا النهج هي خسارة كبيرة جدا لأردوغان على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وربما حتى على المستوى الأمني. يتم تدارس فكرة لدى وزراء دفاع حلف الناتو بأن إذا واصلت تركيا هذا النهج ربما التعاون مع تركيا في مجال مكافحة حزب العمال الكردستاني قد يتوقف بعد أن أوقفت الولايات المتحدة بالفعل هذا البرنامج بينها وبين أنقرة. طيب الدكتور أيمن، يعني إذا انتقلنا على الجانب الآخر من الحدود ومن الأرض، على الأرض السورية، على الشمال السوري، طبعا بعد أن كبدت القوات السورية القوات التركية خسائر كبيرة في الأفراد، يعني ذهب أردوغان إلى القول بأنه سينشئ عملية عسكرية شاملة ضد الجيش السوري. هذا ينعكس بالتأكيد على علاقات أردوغان بروسيا ذاتها، كيف ترى هذا الأمر؟ أولا منذ البداية لم تكن تركيا وروسيا في ذات الخندق كما يتصور البعض، البعض كان يروج لهذه العملية، لكن انظر إلى التاريخ، في التاريخ 13 حرب بين الروس والأتراك انتصر في جميعها الروس، وبالتالي هناك عقدة تركية من روسيا. تركيا ترى في روسيا قوة مانعة وحاجزة لأي نفوذ لها في شمال غرب سوريا تحديدا في حلب وفي إدلب، لذلك روسيا موقفها واضح للغاية. روسيا تقول أنها هي القوة العسكرية الوحيدة الموجودة على الأراضي السورية بشكل شرعي، هي القوة الوحيدة التي تم استدعائها من الحكومة الشرعية التي لها مقعد في مجلس الأمن، وبالتالي دخول الجيش التركي هو جيش غازي وهو جيش محتل، ومن حق القوات السورية والشعب السوري أن يقاوم هذا الاحتلال. لذلك عندما طلبت تركيا من روسيا أن تتنحى جانبا وتترك الأمر في إدلب إلى تركيا، رفضت روسيا هذا الأمر وقالت أنها موجودة بشكل شرعي، لكن الموجود بشكل غير شرعي هو الرئيس أردوغان ومرتزقته وقواته هناك. طيب بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية.